اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده وفرصه جديده، ويكسب مصنع فرصه للمشروعات الصناعيه الناشئه علشان تبدا فرصه افضل. النهارده الحقيقه هيكون معانا لجنه تحكيم هتنظر في امر متسابق جديد، وزي ما بنقول في كل حلقاتنا اما المنح واما المنع. جائزه البرنامج 50,000 جنيه نقدا، بالاضافه لخدمات اخرى كثيره من خلال منظمات الاعمال والجهات المصرفيه والجهات الحكوميه والجهات المشاركه في هذا البرنامج. كل الدعم لكل متسابق وليس كل فائز. بنرحب بالساده اعضاء لجنه التحكيم، المهندس عمرو النصار نائب رئيس غرفه البلاستيك في اتحاد الصناعات، اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور احمد الليسي ناصف، واحد من اهم المديرين التنفيذيين في منطقه الشرق الاوسط، اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. المهندس معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة التطوير الصناعي سي بي سي. اهلا وسهلا بحضراتكم، وفرصه الان لمتسابق جديد، برنامج اكسب مصنع. باف دولز بسنت، يعني صناعة العرائس وصناعة البهجة، اهلا وسهلا بيكي في برنامج اكسب مصنع. اهلا بحضرتك. قبل ما اتعرف عليك عايز اقولك، هي الحاجات دي بتتصنع والحاجات دي كلها هاند ميد؟ دي كلها بتتصنع من الاول للاخر، وفيها طبعا جزء كبير هاند ميد وفيها ماشينري، يعني يدخل فيها في ماكينات بتشتغل على تصنيعها. بالظبط بالظبط، يعني في كاتنج بالليزر بيقطع الباترون، يعني انا الاول بصمم العروسة وبعدين انت اللي بتصممي العروسه اللي بتجيها؟ وبصنع القماش لان هو محتاج قماش مخصوص، مش اي قماش بينفع للعرايس لانه بيحتاج ستريتش معين ومواصفات معينه بس. وبعد كده بوديه مصنع بيتقطع ليزر القماش للباترون اللي انا بعمله، وبعدين بيتطرس تطريز، لمرحله التطريز وبعدين تجميع بقى وخياطه وتركيب. برافو عليك. العروسه شكلها هايل وبتدي كده قدر من البهجه، وشكلها مصري مصري وفرعوني، حاجات لطيفه جدا. انت بتشتغلي بايدك ولا معاكي حد، يعني معاكي مجموعه من الناس اللي بيشتغلوا في المصنع عشان تطلعوا العرايس الجميله دي؟ انا معايا ستات بيشتغلوا من البيت. ستات اشرف عبد الباقي. انا الموديل بتاعي معتمده على ان انا بودي، يعني بودي المكن وكل الحاجات الخامات اللي بيحتاجوها، مكن الخياطه الخامات النو هاو كله ببعته للناس اللي بتشتغل في البيت، ستات بتشتغل من البيت، وبعدين بجمعه وبعدين اوديه مراحل، يعني بيعدي بمراحل لغايه ما العروسه في الاخر بتوصل لي تبقى تقريبا خلصة. العروسه اللي قدامنا دي مرت بكم مرحله؟ يعني ممكن يبقى ست مراحل. ست مراحل. كل مرحله في واحده بتشتغل عليها تخصصات. بالظبط. انت بتشتري لها المكنه، بتجيب المكنه بالظبط، وبتديها الخامه وبتديها التصميم وبتديها المرحله اللي تشتغل عليها، وبتنقلي بقى انت ما بين المراحل لحد ما تطلعي بالمنتج النهائي بتاعك. بالظبط كده، يعني انا اللي بعمل البروتوتايب في الاول، انا اللي بعمل اول منتج او اول ديزاين بيطلع لاي عروسه، وبعدين ببدا انا اعلمه للستات واحده واحده. انا مبسوط بفكره مصنع العرائس، يعني الحقيقه دايما بنسمع على مسرح العرائس، النهارده عندنا فرصه يبقى عندنا مصنع العرائس. قولي لي انت بداتي الشغلانه دي امتى؟ يعني قولي لي خليكي تشتغلي في انتاج العرائس، هل دي دراسه ولا هوايه ولا رغبة بقى في انك انت تصنعي حاجة نوعية؟ لا انا يعني انا دراستي كانت سياسة، وشغلي الاولاني كان في وزارة الاتصالات، وبعدين انا ليا حب كبير جدا للعرايس، فبعد حوالي 12 سنة من الشغل في الحكومة قررت ان انا استقيل وافتح شركة لتصنيع العرايس. خدت قرار بالاستقالة؟ لان انا كمان شايفة ان هي ليها سوق كبير قوي، والسوق بتاع اللعب عالميا المفروض ان هو يعني حوالي 90 بليون.
فده بالستاديز يعني والريبورتس اللي انا توصلت لها. ففيها ماركت، يعني في ماركت كبير للعرايس. لو انا بقيم اي حد عنده قدره وجرأه على اتخاذ قرار ان هو يسيب وظيفه حكوميه ويبدا عمل خاص، هو مشروع في حد ذاته هو مشروع رائع، هو فكره ابداعيه جدا وممكن تعملي اي حاجه طالما قدرتي تاخدي هذا القرار. بس برضو عشان نساعد اللجنه، وقبل ما اسيبك في حوار مفتوح مع اللجنه، قولي لي انت بتنتجي كام عروسه مثلا في الشهر؟ لا دلوقتي خلاص، يعني السنه دي مثلا 2020 نقدر ننتج 2000 عروسه في السنه. 2000 عروسه في السنه، ولكن الكاباسيتي بتاعتي ان احنا معانا 6 ستات هم فعليا اللي شغالين بايديهم على الطاقه بتاعتك. معاكي 6 ستات. ولكن ممكن اكبرها زي ما انا عايزه، يعني دي خلاص بقى خلاص عندك شبكه قابله للتمدد لما لا نهايه، ممكن بالزبط. تشتغلي ب 100 ب 100 ست او لان بميت. هم كمان بقوا يعلموا بعض. يعني انا علمت مثلا 2 في الاول، وبعدين الاثنين علموا المجموعه الباقيه. فبقى عندك فبقى اسهل بكتير من ان انا في الاول كنت عملت. انت كمان يعني ممكن تبتكري حاجه اسمها التصنيع الشبكي. يعني ان احنا نقعد بقى نكمل نجيب عناصر من البيت ونقعد نحولهم لايد عامله منتجه تطلع منتج في النهائي. طيب يعني هسالك كده، يعني هغش من لجنه التحكيم واسئلتها دايما للمتسابقين، تقريبا بتكلفي ال 2000 عروسه كام ومكسبهم كام؟ طيب انا لا ممكن اقول لحضرتك التكلفه مثلا للعروسه الواحده. للعروسه اوكي خلاص. فتكلفه العروسه الواحده تتراوح ما بين 80 ل 190 على حسب بقى الموديل وعلى حسب الحجم بتاعها وحاجات كتير. كتكلفه سعر البيع بقى بيوصل كتكلفه كيه. خامات وكده. برضو سعر البيع بيتراوح يعني ما بين 250 لغايه 450. وحجم الاقبال بقى بتاعنا، السوق بتاعنا مستوعب العروسه المصريه دي ازاي؟ هو السوق بتاعنا مستوعب العروسه المصريه اكتر من العرايس اللي انا كنت قبل كده بعملها، لان انا كنت بعمل الاول عرايس فنيه او يعني شخصيات عالميه بالزبط. وشخصيات كرتون وحاجات زي كده. لا مش شخصيات كرتون، يعني شخصيات في دماغي انا. بس فكذا حد قاعد يقول لي انت ليه مش عامله شخصيه مصريه، ليه مش عامله؟ ففعلا يعني بتسميها العروسه بتاعتك ليها اسم؟ دي خضراء؟ دي خضراء اللي هي الفلاحه. بتريزامبل او بتمثل دي خضراء، دول دي عروسه الخضراء بالوان طبعا، ممكن تاخد الوان مختلفة. بس هي اسمها خضراء. ودول المفروض من التاريخ بقى، كليوباترا وتوت عنخ امون. بس يعني انا حابه برضو ان من خلال المشروع العرايس ان انا زي احط ضوء على التاريخ بتاعنا الفرعوني، ونفسي ان انا اطلع التاريخ شخصيات بتاعنا والحاضر بتاعنا كمان اللي شكله مبهج يعني وجميل. باف دولز، يعني الحقيقه مشروعك رائع جدا، ولكن يعني نسيب الحكم للجنة التحكيم والحوار مفتوح بعد الفاصل. اهلا بكم في مصنع العرائس دكتورة يمنى وانحيازك الدائم للعنصر النسائي، والنهاردة هيبقى معاكي حق في اي انحياز. الحقيقة هل نستطيع ان نصنع، يعني يكون عندنا مصنع لانتاج العرائس ونبقى احنا اصحاب الانطلاقة مصنع العرائس، مسميه مصنع العرائس باف دولز؟ ما ده الحقيقه مصدر سعاده، ان انا طول عمري كنت بحلم بباربي مصريه او شغل العروسه اللعبه اللي من اصل مصري واللي هي بتناسب مجتمعنا كله ككل. وفي ضوء افتتاح المتحف المصري الجديد كانت واحده من السياح اللي بيجوا لنا كانت بتقول لنا مش معقوله، انا جدي من جد جدي ما بيجيبوا سوفونير من مصر ما تغيرش السوفونير نفس الشكل، المنتجات التقليديه اللي بتتجمل واللي مش عارفه ايه. فاخيرا انا سعيده جدا ان اشوف منتج مختلف عن المنتجات التقليديه اللي هي بتعكس ثقافه مصر وبتعكس الرمز بتاع مصر، زائد من ناحيه اللعبه المصري بقى. سؤالي بقى البسنت، انت ايه خطتك لتطوير مع تطور لعب الاطفال ومع تطور لو احنا بنوجهها كاستراتيجي كلعبه اساسا انها يعني في واضح ان دي ممكن تتحط في كذا كاتيجوري، كاتيجوري كسوفونير وكاتيجوري كلعبه اطفال، من وجهه نظرك كتسويق للعبه الاطفال مع في ضوء سرعه التكنولوجي والاضواء والحاجات اللي بتلفت نظرهم، ازاي بتفكري تطوري خطه التسويق بتاعتك عشان تناسب ذوق الطفل بتاع العصري بتاع اليومين دول؟ طبعا انا كمنتج باخد دايما بعمل زي ورك شوبس مع مجموعه من الاطفال عشان اعرف وجهه نظرهم ويبقوا شايفين بالظبط. يعني لازم مش انا بس اللي بفكر كديزاينر، لازم بجتمع بيهم بشوف افكارهم ايه. وهم لقيت ان هم حابين حاجه انتراكتيف، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي فكرنا فيها ان احنا نحط ديفايس او زي جهاز يعني صغير يبقى بيتكلم جوه العروسه، يطلع اغنيه او يطلع كلمات بالظبط، يعني زي العروسه الصيني.
بس يعني هنا بقى مثلا بالنسبه لنا لو عندنا شخصيات من التاريخ هيبقى الديفايس دي هتقول القصه بتاعت التاريخيه بتاعت الشخصيه اللي جايه من التاريخ. يعني هل ده انت بتخططي تعملي ده في المستقبل؟ بالظبط. يعني ان شاء الله الباتش اللي جايه ان شاء الله نقدر ان احنا نصنع ده ونحطه جواه. انا بسعى جاهدا ان انا احط يعني اكتر الشخصيات الفرعونيه او الانشنت ايجيبشن يعني كاركترز على قد ما اقدر، لان انا عايزه ان انا احطها في المتحف المصري ان شاء الله القديم. تقدري لو خدتي بارتيشن في المتحف المصري او في يعني في مكان ما تحطي كام قطعه من العرائس او عندك المخزن بتاعك، او هتقدري تبيعي كام قطعه؟ يعني هنا مثلا قدامنا مثلا سنه او اقل من سنه، ممكن يبقى عندنا كام عروسه قابله للبيع خلال الفتره دي؟ لا يعني انا زي ما قلت لحضرتك احنا يعني الكاباسيتي بتاعتنا حاليا ممكن تبقى 2000 عروسه، ولكن استرتش يعني ممكن نقدر نوسعها على قد ما احنا عايزين. طبعا سهل جدا. ما فيش خطه برقم محدد تقدري توصلي له خلال الفتره المستهدفه يعني؟ ولا انت بتمشي ورا السوق حاجه صباحا يعني قدرته على استيعاب؟ لا يعني انا مثلا تارجتنج 2001 ان احنا نبقى عاملين 5500 قطعه. 21 قصدي؟ بالظبط سوري. 2020 21 يعني تبقي عامله كام؟ 5500. 5500 عروسه. طب 22 لسه بقى هيجي على حسب برضو ما احنا هنحط. لان انا شايفه ان دلوقتي البيزنس بلانز بقت فيري دايناميك والدنيا بقت فيري دايناميك، وما بقاش اللي هي زي ان احنا نخطط لها 5 سنين بخمس سنين. لازم يعني بقت اسرع من 5 سنين، فاحنا نمشيها سنه بسنه. المهندس معتز بهاء الدين. انا بشكر الاستاذه بسنت، هي طبعا دكتوره يوم ما اتكلمت على البعد الثقافي انا مهتم بالبعد الصناعي والتكامل الانشطه. يعني انا مبسوط لما قالت انه في 6 بيشتغلوا من البيت، ودي بتحل مشكله جذريه في المجتمع المصري الحقيقه. حضرتك مهتم بقضيه التشغيل بشكل اساسي؟ التشغيل بشكل اساسي، والتشغيل للنساء المعيلات اللي هم ما يقدروش يسيبوا البيت ويخرجوا، ودي كمان حاجه يعني واحد من الانشطه اللي تضاف للانشطه اللي تخدم النساء المعيله. وطبعا في الاخر بيطلع منتج فخم محترم. يعني انا متخيل ان الاجانب لو شافوه مش بس في المتحف المصري، في متحف الحضاره كمان. متحف الحضاره اوريدي اتفتح جزء منه، فممكن كمان في جيفت شوب. يعني انا رحت زرت المتحف، في جيفت شوب كبير ممكن تبتدي تعرضي حاجه حضرتك فيه، هيطلع يعني متهيألي هيبقى الاقبال عليه جيد جدا. فانا يعني انا شايف مصنع العرائس قابل للحياه. يعني هو مش مصنع، هو ده شغل يدوي اكتر منه مصنع، يعني اكتر منه كم انتاج كمي يعني. لكن هو هل اللي مديله الكمي ده معناه ان احنا ما نقدرش نقول اي مصنع؟ ما نقدرش نقول بغض النظر عن التعريفات، هو اللي مديله قيمه الحقيقه زياده ان هو في جزء كبير من الشغل اليدوي بيديله ده بيديله قيمه جميله يعني. مهندس عمرو نصار. انا هضيف برضو من مهندس معتز، انا عجبني جدا البيزنس موديل بتاع بسنت، ان هي مع البيزنس عامله سوشيال ريسبونسبيلتي كويس. كنت عايز اعرف يا بسنت انت في كريتيريا معينه بتختاريها الاسر اللي انت بتتعاملي معاهم؟ يعني انا بهتم اولا ان هم يبقوا ستات، دي من التارجت بتاعي، لان انا يعني ام ان لاين مع السستينبل ديفلوبمنت جولز اللي هي الاهداف التنميه المستدامه، انا دايما حاطه عيني عليها وعايزه ابقى متبعاها. فانا في هدفين من ضمنهم اللي هي توفير عمل راقي للستات والجندر ايكواليتي. طيب يعني هسال السؤال اللي الاستاذ معتز المهندس معتز كان جاوب عليه بافتراضه، يعني تخيل مثلا سيدات معيلات ولا مش فارقه معاكي؟ يعني ليكي كريتيريا معينه للاسر اللي انت تختاريهم؟ ولا ممكن لا يعني سيدات صغيرين سيدات كبار يعني؟ لا الستات يعني عامه مش شرط يبقوا اختيار معين لنوع الاسره اللي بتتعاملي معاها. لا يعني حتى مؤخرا مثلا بدانا ندخل ستات من سوريين ريفوجيز، فيعني ما فيش شرط كرايتيريا معينه غير انها تبقى ست، يعني ممكن عندها مهاره بيزكس، وان هي تبقى طبعا عندها مهاره يدويه. بتفكري انك تعملي بعد كده فاميلي اوف دولز؟ يعني مثلا احنا مش هيبقى خضره بس، يبقى خضره ومعاها
اخوها ووالدها نفسي طبعا طبعا يعني ده في المستقبل طبعا بس حاليا لسه مش موجود لا مش موجود بس يعني انا ام وركينج اون على طول نيو ديزاينز وكاركترز يعني طيب انت معتبره ده سوفينير ولا لعبه للاطفال؟ والله بوث يعني انا عندي الكلاين بتاعي يا كده يا كده في كبار بيشتروها لان هم بيعتبروها سوفونير جايبينها من البلد عندنا او بيجيبوها لاطفالهم برضو يعني هم جايبينها لحد كبير او اطفال السياح تقصد بالظبط طب السيفتي بقى بتاع الالعاب دي في مشكله فيها ولا لازم يرجع برضو؟ يعني انا فعلا مثلا كنت في ناس بتقترح ان احنا ندخل زي ميتال يعني عشان اكسسوارز بتاعه الشخصيات الفرعونيه بس انا ما حبيتش اعمل ده واعتمدت على التطريز كليه لانه سيف اكتر لو حد صدرته بره لو الاطفال مسكوه يعني سيفتي اكتر اختيار مواد برضو بتراعي فيه موضوع السيفتي بالنسبه للاطفال بالظبط ماشي شكرا يا بسام شكرا توفيق دكتور احمد الليسي ازيك يا بسام اهلا بحضرتك لو سمحتي لي بس عايز اصلح معلومه صغيره انت قلتيها في اول الكلام سوق العاب الاطفال اكبر من كده بكتير هو يعني سوق بمليارات مش بمليار واحد هو سوق كبير جدا 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 كان في تجربه من كام سنه مش عارف لو تعرفيها ولا لا بتاعت اللي هي العروسه اللي كانوا عايزين يواجهوا بيها العروسه اللي كانت جايه بالشكل اللي هو الاشقر بتاع حاجه باربي ايوه صح من هنا انا عايز اسالك مين الزبون المستهدف عندك مين زبونك المستهدف اغلب الزبون بتاعي الستات بيبقوا كبار في السن يعني بيبقوا بتبقى ست مقدره الحاجه القطعه الفنيه مقدره ان هي حاجه هاند ميد ان هي فيها مسج هي يعني اغلب اللي بيشتري مني ستات كبيره فمش الطفله اللي هي عايزه تلعب بالعروسه بالظبط دي مش زبونك المستهدف ولا هي الزبون المستهدف لا يعني انا عايزه كنت انزل في الكاتيجوري بتاع السيجمنت بتاع الصغيرين انا لما بدات اول حاجه في المشروع كنت متخيله الاطفال هم اللي هيجروا على العرايس بتاعتي اللي حصل العكس تماما فلقيت السيجمنت اللي انا بخاطبه الناس الكبيره في السن كويس وده اللي انت عايزاه ولا ده حاجه انت عايزه تغيريها لا يعني ده خلاص هسيبها طبعا لانها امر واقع يعني اعترفت بيه ودي حاجه حلوه برضو ان هم لقيت تقدير من الحاجه الفنيه اللي انا بعملها فاتبسطت بس انا برضو بسعى ان انا انزل للسيجمنت بتاع الصغيرين يعني برضو عايزه اشوف هم بيفكروا ازاي لان هم الاطفال اختلفوا عن زمان دماغهم اختلفت والبرودكتس بتاعتهم اختلفت بسنت سعيد باف دولز فرصه مصنع العرائس قائمه تحددها لجنة التحكيم بعد الفاصل أهلا بكم في مصنع العرائس الآن لحظة الحسم وإعلان قرار لجنة التحكيم هل يحصل مصنع العرائس على فرصة؟ هل نالت بسنت سعيد رضاء وقناعة لجنة التحكيم أم لا؟ يعلنها المهندس معتز بهاء الدين طبعا الفكرة زي ما قلنا في المناقشات فكرة جيدة جدا ومحترمة وممتازة الأدد فاليو فيها عالية البزنس موديل بتاعها لحد دلوقتي يمكن متردد شويه او متذبذب شويه لان هي بسنت بتخاطب سيجمنت عالي شويه اللي احنا كنا مفاهمينه في الاول ان السيجمنت ده عايز يبقى اعرض شويه او اكبر شويه القطاع ده يعني بالعربي وده سهل تحقيقه مع الانتاج الكمي طبعا المنتج ليه بعد ثقافي هايل جدا احنا ما عندناش عروسة مصرية بالشكل المفهوم يعني جربنا بوجي وطمطم وجربنا شكوكو في القديم يعني وجربنا حاجات كتير اتمنى ان يكون عندنا عروسة مصرية تشتهر على مستوى العالم ما هو العروسة بقى يا دكتور مش مهندس طبعا يعني انا اقصد الارتيفاكت يعني
وبالتالي احنا تشجيعا للاستاذه بسنت قررنا ان احنا نمنحها الجائزه باسم لجنه التحكيم. اذا سمحوا لي بمنح الاستاذه بسنت الجائزه. بسنت تحصل على فرصه مصنع، بس لازم نلاقيه مصنع بجد، ما يبقاش مجرد يعني هاند ميد، عايزين انتاج كامل نوزع مع رئيسنا. العروسه دي تشوف العالم كله ان شاء الله. الف مبروك. بتيجي هذه الجائزة مقدمة من شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر. تعرف ان ولادنا اللي في اسبانيا اللي هي العاس كده بتبقى بفتن؟ ايوه ايوه بيبقى حلوة قوي، بتبقى العاس اللي فيها ميكانيزم مختلف.